السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن هذه الوردة الجوري المحمدي اللي إذا تذكرون تكلمنا عنها في ديسمبر 2017، ولكن تذكرت أني أنا ما سويت أي فيديو متابعة عليها على أساس أن نتابع التطور. النبتة بصراحة تركتها في الأصيص نفسه اللي كبرنا لها الأصيص في الفيديو اللي فات، فنلاحظ الحين أن ما شاء الله نموها كبر بشكل كبير جدا. هذه الغصن ما شاء الله طاف تقريبا يمكن متر ونص مترين، ففيها نمو ما شاء الله، فأتوقع أن جذورها قوية بعد في الأصيص، ولكن صار في تكدس في التربة فالتربة نزلت، وعندي مساحة في الأصيص أنه ممكن أزيد الأصيص تربة أكثر على أساس أعطيها مساحة أكثر. فأول خطوة راح نسويها أن احنا راح نقلم النبتة على أساس نشكلها بالشكل المستقبلية اللي نبغيها تكبر فيه، ونحفز النمو اللي راح يصير على الأطراف الجديدة اللي راح تنمو. فراح نتكلم بشكل مقرب أكثر على التقليم والتشكيل، ونشوف إن شاء الله كيف يصير التزهير. دائما لما نتكلم عن التقليم والتشكيل دائما احنا نبغي المساحة اللي في الوسط تكون مفتوحة على أساس الضوء والتهوية، على أساس ما تصير عندي فيه فطريات بسبب الظلام أو الظل والرطوبة والتكدس. فدائما نبغي نفتح هالمساحة، فما نبغي أي شيء ينمو إلى الداخل، دائما نبغي النمو إلى الخارج. كيف نسوي هالشيء؟ عندي هذه العصا أو الغصن الجديد، نلاحظ أن عندي هني أوراق مشاهدة هذه الجهة، فلو قطعت فوقها النمو المفروض أنه ينمو في نفس الاتجاه، فما راح أقطع فوق هذه عشان ما أبغي غصن يطلع لي على الداخل، أبغي غصن على الخارج، فراح أقطع على زاوية، خلنا نقول هني فوق الغصن دي، فبهذا الشكل عندي هذا الغصن قاعد ينمو كليا إلى الداخل، فراح أزيله بالكامل. عندي هذا الغصن أيضا في غدة هني صار إلى الخارج، فممكن أقطع فوقها، نحاسب لما نتعامل مع الورد الجوري أو المحمدي بسبب الشوك اللي فيه، الشوك جدا جدا عنيف صراحة. هذه أيضا كان غصن ينمو إلى الداخل، فراح أشيله، هذه راح أقصره. بهذا الشكل ممكن أقول كفاية التقليم اللي صار. في عندي تنظيف ثاني لازم أسويه وراح أرويكم بقرب أكثر. نلاحظ هني عندي هذه القطعة القديم ولكن بدأ يموت وبدأ يسود، فهذه لازم أشيله على أساس أتفادى الأمراض في النبتة بهذه الطريقة. وعندي قطعة ثانية بنفس الشكل فراح أزيلها. مثل ما ذكرت نلاحظ هني أن عندي نزول أو تكدس في التربة، تقريبا نحن نتكلم انشين أو بوستين، فهاي لازم أرد أرفع التربة. وعندي هذه القطعة، هذه قطعة ميتة لازم أزيلها، أقطعها، راح أقطعها لما أنقل النبتة. مثل ما احنا شايفين في حبيبات NPK إفراز بطيء، فالنبتة كانت تحصل على تغذية. اللي راح يصير الحين إني راح أشيل النبتة وأنقلها في أصيص ثاني تقريبا نفس الحجم، ولكن راح تكبر لأن راح تحصل تربة تحت أكثر، فكأنها حصلت مساحة أكبر مع أن الأصيص نفس الحجم تقريبا. فمثل ما احنا شايفين الحين انا رفعت النبتة وايضا اضفت لها NPK افراز بطيء في الاطراف وشوية على 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 السطح، وبعدين دفنتها بطبقة خفيفة، والحين راح ارجعها في الظل على اساس ترد تتعافى وترد تسترجع قوتها بعد هذه الصدمة، وراح ان شاء الله راح نتابع تطورها في الاشهر الجاية. واللي ما شاف الفيديو الاولي من اول ما شريت النبتة هذه ونقلتها في الأصيص راح يظهر الفيديو في اخر الفيديو هذه. وايضا اللي ما شاف الفيديو عن انواع NPK والNPK الافراز البطيء والشرح عن انواع NPK ممكن ايضا يرجع له في اخر الفيديو هذه ويشوف الفيديو مرة ثانية. فاللي يبقى الحين ايضا اني راح اروي هذه النبتة، دائما مثل ما نقول دائما ان احنا لما ننقل النبتة من أصيص الى أصيص او نضيف لها تربة او اي شيء لازم نرويها على أساس التربة تأخذ محلها والنبتة شوي يساعدها أنها تتعافى من الصدمة وما تتأثر بسبب اللي صار فيها.
فأتمنى أن استفدتوا من هذه الحلقة، وإذا في عندكم أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وراح إن شاء الله أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان.